للحديث أكثر عن العملية السياسية في العراق والانتخابات وما جاء بعدها وما رشح عنه من صراع بين الميليشيات والكتل السياسية على المناصب، ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل. أستاذ مصطفى كامل، مرحبا بك. الانتخابات، مرحبا المشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ مصطفى. الانتخابات التي جرت هذا العام جاءت إثر الرفض العارم للعملية السياسية وكذلك المنخرطين في العملية السياسية. هذه الانتخابات إلى أي مدى ترى أنها جاءت يعني مجملة لوجه العملية السياسية الانتخابات الأخيرة؟ حقيقة أن هذه الانتخابات أظهرت بشكل واضح عورة هذا النظام ومساوئه بشكل لا يمكن التغطية عليه، حتى باتت هذه العورات وهذه المساوئ حديث الإعلام العالمي وباعتراف المنظمات الدولية، بعد أن كانت حديث المناهضين للعملية السياسية الاحتلالية والناشطين ضدها فقط، الآن بات العالم يتحدث عن هذه المساوئ التي كشفتها هذه الانتخابات، حيث الرفض الشعبي الواسع الذي تجلى بالمقاطعة الكبيرة لهذه الانتخابات، وهذا يعني واحد من عوامل الطعن في كل النظام وعوامل رفض هذا النظام لتعزز هذه المقاطعة الشعبية الواسعة. موقف ثوار تشرين الرافض للنظام والمطالب بإسقاطه في الحقيقة، وإسقاطه يعني إسقاط دستوره وأحزابه وقوانينه وكل الإجراءات التي جاء بها والشخوص التي ظهرت على واجهة المشهد منذ احتلال العراق. لذلك هذه الانتخابات كانت مفيدة لمناهضي العملية السياسية وفاضحة لهذه العملية الإجرامية التي يشترك بها الأجهزة الاحتلالية الأمريكية والإيرانية بالدرجة الأولى. طيب أستاذ مصطفى، يعني هناك صراع بين الميليشيات وبين الأحزاب على النفوذ والمناصب، خاصة بعد أن جاءت النتائج الأولية للانتخابات، وإلى الآن هذا الصراع هو مستمر. هل يا ترى هذا الصراع هو يعكس الديمقراطية التي تحدثت بها أمريكا عندما احتلت العراق؟ من أول مبادئ الديمقراطية هو القبول بالآخر والقبول بنتائج الانتخابات. طبعا هذا يعني بصرف النظر عن موقفنا من هذه الانتخابات غير النزيهة وغير القانونية وغير الشرعية في الحقيقة، لكن من مبادئها الأساسية، من مبادئ العملية الديمقراطية، أنك تحتكم إلى صندوق الانتخابات وتقبل ابتداء ما ينتج عنه من نتائج. لكن نجد أن هذه العصابات الإرهابية التي تتعامل وفق منطق الإقصاء والاجتثاث ووفق المنطق الطائفي والمناطقي والعنصري لا تقبل بالنتائج التي أسفرت عنها هذه الانتخابات، أيا كان الفائز فيها فهو الجانب الإيراني، لكنها يعني والجانب الفاسد والذي جزء هو من العملية السياسية الاحتلالية وجزء من خراب العراق طيلة السنوات 19 الماضية، لكننا نجد هذا الرفض وهذه الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت مسمى العبث والتهريج في رفض هذه الانتخابات أو رفض نتائجها، وهناك مطالبات بإعادتها. هذا في الحقيقة هو جوهر الديمقراطية بين قوسين، الديمقراطية الفاشلة الناقصة المزيفة بالحقيقة التي جاء بها الاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق. لا يمكن أن تقوم ديمقراطية حقيقية في بلد لا توجد فيه سيادة للقانون ولا توجد فيه في ضوء هذه المعطيات. أستاذ مصطفى، يعني في ضوء هذا الفراغ السياسي ومع أيضا انتشار السلاح، فوضى السلاح العارمة في العراق، هل ترى من تداعيات لهذا الفراغ السياسي؟ بالطبع هذه العصابات التي تسيدت على الحكم خلال السنوات الماضية خلال أكثر من عقد لا يمكن أن تقبل بالتنازل لأطراف أخرى حتى وإن كانت ضمن
مشروعها الطائفي الفاسد الإجرامي الإرهابي الذي قتل العراقيين وسرقهم. الكل يريد أن يستحوذ على المساحة الأكبر أو الحجم الأكبر من المكاسب والنفوذ، حتى لو كانت طبعا هذه المكاسب والنفوذ يعني مميزة بالفساد وممهورة بالدم العراقي. المهم أن يحصل هو وحزبه وميليشياته على أكبر قدر من النفوذ ومن السلطة ومن المال، لأن الأساس هو ليس خدمة الشعب العراقي أو النهوض به، هو الأساس هو هذا التنافس وهذه المصالح التي يعني كما قلت هي مصالح شخصية ومصالح حزبية ومصالح عرقية وعنصرية وإلى آخره وطائفية. الشعب العراقي ليس في وارد اهتمامات هذه العصابات بكل أنواعها، لذلك تراهم يرفضون هذه النتائج وربما يلجؤون إلى السلاح واستخدامه بين عناصر هذه المسرحية المسماة انتخابات وعملية سياسية وديمقراطية. لكننا في الحقيقة مهما بلغ الصراع الحقيقي أو الخلاف الحقيقي بين هذه الميليشيات، نجد دائما أن هناك من يضبط حركتها ويحكم مساراتها ويمنع الأمور من الانفجار، وهو العامل الإيراني الذي يحرك هذه الميليشيات ويتحكم بها كما يتحكم الإنسان بجهاز التحكم بالأجهزة المنزلية المعروفة. بعد 18 سنة من الاحتلال الأمريكي للعراق، ترى هذه الديمقراطية التي بشرت بها أمريكا ما هي انعكاساتها على الواقع الاقتصادي، على الواقع الاجتماعي في العراق؟ انعكاساتها واضحة وجلية، انعكاساتها هذا الفساد والإجرام والإرهاب وسيادة الميليشيات وظهور العمائم الطائفية وخطاب التجهيل وانتشار المخدرات وانعدام البنى التحتية وتدمير لحمة المجتمع. هذه هي انعكاسات الديمقراطية الأمريكية التي بشر بها هذا الاحتلال المجرم على لسان مجرم الحرب جورج بوش، وتلقفت هذه البشارة بين قوسين طبعا مع التحفظ على كلمة البشارة، تلقفتها هذه العصابات الإرهابية الإيرانية ونفذت هذا المشروع الإجرامي بحذافيره في العراق، فمارست عمليات التجهيل والطائفية وتخريب نسيج المجتمع ونشرت الدعارة وزواج المتعة والمخدرات والإجرام والبطالة وكل معالم الفساد في العراق الذي كان يعني قبل احتلاله محافظا بشكل جيد على سلامة المجتمع من كثير من الأمراض التي باتت الآن تنخر هذا المجتمع العراقي وتهدده بأنواع من المخاطر الجسيمة وتهدد مستقبله أيضا. هذه هي الديمقراطية الأمريكية التي يعني نفذتها عصابات إيران في العراق. شكرا لك أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، كنت معنا عبر سكايب.